بأسعار تتراوح ما بين 32 و60 ألف دينار جزائري. انطلقت عملية بيع الأضاحي على مستوى مستودع الشركة الجزائرية للحوم الحمراء بيرتوتا وسط تدابير وقائية صارمة ضد وباء كورونا. حددنا اليوم أسعار الأضاحي التي تتراوح ما بين 30 إلى 60 ألف دينار، كما التزمت الشركة الجزائرية للحوم الحمراء أنها تعتمد على التنفيذ وتطبيق الصارم للبروتوكول الصحي لمكافحة وباء كورونا. قوموا بعمل يومي يتمثل في الانسبكسيون تاع شاك بيت اللي يخيرها شاري، يعني وين قوموا بليليميناسيون تاع اي كبش يبريزونتي اون انومالي، نحو يعني اللي يكون عنده اون بواتري، يكون عنده ان ابسي ولا حاجه اللي ما تخليش الاضحيه تكون سليمه. الاستبلات المخصصة لبيع الأضاحي شهدت توافد بعض المواطنين الذين تعودوا على اقتناء أضحياتهم في هذه النقاط المعتمدة. فتحوا البارح سكي باري، ما سعفليش الحال باش نجي البارح، أنا يعني جيت اليوم. والله غير لي بري سي ريزونابل، على كل حال ريزونابل بارابور لي بري البرا. على كل حال أنا كل عام ندي منها. تسمى واحد اللي عنده واللي ما عندوش يقدر يعيد نورمال لهنا. شفنا الاسعار متراوحه ما بين 3 ملايين و 200 حتى 6 ملايين وشنو مقنعه. هذا وتعرض الشركه الجزائريه للحوم الحمراء خدمات اخرى لزبائنها كامكانيه ترك الاضحيه الى غايه يوم العيد مقابل مبلغ رمزي، اضافه للذبح المجاني مع توفير المراقبه البيطريه.